وانا طرحت قصه بسيطه يعني احد المشايخ والدكاتره ذكر لي، يقول لما كنا زايرين باغيين نبني سد تنوف، يقول لما اقتربنا من السد لقينا كهف، ما شاء الله باب كهف، وقفنا امام الباب فاذا برجل يقول عمره فوق 80 سنه ويسحب سمه، سمه باللهجه العمانيه القديمه ما شاء الله بالسعف، يقولوا فرش ثم ما شاء الله، واستدعانا وقال تفضلوا جلسوا، وراحوا جابنا القهوه وقهوانا بالقهوه ما شاء الله، في دله خزف، في فناجين خزف، والاناء اللي فيه التمر خزف، والتمر ما شاء الله فرض، ويقول قهوينا ذيك القهوه المتميزه. قلنا ليش ما نسال هذا الرجل عن هذا الوادي ايش فيه؟ يقول الاوراق الافكار اللي جايبينها في الاوراق وباغيين نطرحها على المهندسين والخبراء ما شاء الله في هذا الشان، طرحناها له. يقول وأجابنا بأحسن إجابة. نعم. هذا الرجل ودلهم ما يحتاج، يقول شفانا، يقول شفانا بأفكاره.